أرجوك مش هيسيبنا ولا هيبطل يلوي دراعنا. طب والحل؟ مفيش غير حل واحد. اللي هو؟ إننا نعمل اللي هو عايزه. نقتل؟ إحنا مش بتوع كده. ماشي عملناها قبل كده بس كان ليها ظروفها. بس عملناها وهو عارف سرنا، ولو ما عملناش اللي هو عايزه هيبلغ علينا. تفتكري انت ممكن تقتلي؟ القتل مش سهل. بلاش تصلح الغلط بغلط، والنبي بلاش سرت الغلط. انت عارفه كويس قوي مين اللي جرنا للسكه دي، وانا مش عايزاك تدعي زي احنا مكتوب علينا القرف. انت لا، انا لاحظت الجذب عشان انت ما تشوفيش القرف اللي انا بشوفه. عندك تفسير لده؟ سيف العدالة مكسور. ده معناه ايه؟ معناه ان الشرطة مش قايمة بواجبها. ايه العلاقة؟ القاضي لما بيصدر حكم مين اللي بينفذه؟ مش الشرطة اللي بتنفذه؟ يعني الشرطة هي سيف العدالة. بالظبط. المجرم بعت لنا الافيش ده. يبقى بيخطط للانتقام من الشرطة. اتصل باللواء صالح. صالح لازم يعرف. تصبح على خير يا ابو غازي. انت من اهلا يا فندم. 8 الصبح بالثانية تكون عندي. تحت امرك يا فندم. ايوه يا عمر، انا في الاسانسير وطالع الشقه. اللواء فاروق حل لغز الافيش. وايه هو الحل؟ سيف العداله المكسور هي الشرطه. ده كده نبقى احنا المقصودين بقى. بالظبط، هو ده اللي توقعه اللواء فاروق. هو كده قصدنا احنا يا باشا. الو سياده اللواء. ايه في ايه يا عمر؟ معرفش، كنت بتكلم مع سيادة اللواء وفجأة الخط قطع. كلمه مرة تانية. موبايله خارج الخدمة. يمكن التليفون قاطع شحن. أنا هروح له. عمر يعني ايه مفيش؟ يعني انت جاي تسأل على صالح في وقت زي ده من غير ما يكون في سبب؟ انا كنت معاه على الموبايل وهو كان طالع البيت وفجأة الخط قطع. راح فين؟ انا مش عايزك تتوتري. انا اتوترت خلاص. ان شاء الله خير. على فكرة شكك هو اللي جابك. صالح جراله ايه؟ صالح جراله ايه يا عمر؟ معرفش بس ان شاء الله خير. سيبيني انا الموضوع ده. بحب الأغنية دي. حلوة أوي. إيه ده؟ مستنية حد ولا إيه؟
خير؟ بكلمك وما بترديش. الناس الطبيعيه بتبقى نايمه في الوقت ده. عايزه المجرم حاول يتصل بيكي بعد الساعه 2 الصبح؟ لا. شوفي موبايلك اتاكدي. وبعدين بقى يعني انت جاي لي في نص الليل تقولي اتاكدي؟ انا عارف انك مشغوله مش عايزه اضيع لك وقتك. هي اخر مكالمات جايه منك. والمال؟ في رساله.